المسلم يخرج الكافر، فالكافر لو صام لا يصح منه الصوم ولا يقبل منه. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. لكن لو أسلم الكافر، لو أسلم في منتصف الشهر، لا يطالب بما سبق وإنما يطالب بما سيأتي. لو أسلم في نفس اليوم نقول له أمسك ولا يلزمك القضاء على الصحيح، لا يلزمك القضاء وإنما يلزمك أن تمسك. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لكن لو بقي على كفره فإن أعماله ولو كانت عظيمة جليلة لا تقبل.